كلمني عن الشخص اللي كان واقف يحتفل بالألقاب في العراق منذ أيام قليلة، يعني حاسس بإيه؟ حاسس إنه بيثأر لنفسه؟ حاسس إنه شخص تطور وأصبح أكتر خبرة؟ حاسس إنه أنا أخيراً وصلت للي بحلم بيه؟ حاسس بإيه بالظبط؟ والله بص، يعني عايز ابتدي كلامي بايه، ان الناس دايما بتشوف النتيجه النهائيه، يعني هم شافوا دلوقتي لحظات النجاح. انا ابتديت 2004 في قطاع الناشئين، مدرسه الكوره اللي بالفلوس، اللي هي الولاد اللي مش موهوبين اصلا، وبعدين يعني ابتديت من تحت الصفر عشان بحب الموضوع. يعني انا حاسس ان انا لو في مجال انا ممكن اتفوق فيه، فانا حاسس ان الكوره مبسوط بيها، مش بس عشان لعيب، عشان انا متابع جيد وبحب طبعا الموضوع. فالفترة اللي فاتت ديت هي نتاج لعشرين سنة شغل، بقى لي حوالي 12 سنة مدير فني. مش معنى ان انا خدت في 3 سنين دول او مع الزمالك بطولة، دول 5 بطولات، فمعناها ان ال7 8 سنين اللي انا مدير فني فيهم ما عملتش بطولة ان انا فاشل. دي مش موضوع كده. استكمالا لكلامك، جوارديولا في اخر انترفيو كان بيتكلم على انه المدرب الناجح، انا عمري ما شفت نفسي افضل حد في العالم طبعا، لانه انا لو موجود في ليفورنو مش هحقق بطولات. طبعا هي دي الفكرة، النجاح ده هي مايند سيت، عقليه. هي مش عدد الالقاب او عدد الوينرز، هي الفرق الوحيد بين العقليه الفائزه والعقليه الخاسره. انه لما بيقع او بيخطا بيقوم بسرعه. يعني دي الفلسفه المفروض اي لاعب شاب او مدرب يبقى عارف ان هو عدد مرات خسارته هتبقى اكتر من عدد مرات نجاحه. صحيح. عايز يعني بسرعه اقتبس جمله شهيره جدا من مايكل جوردن، نجم السله العالمي، اسطوره الباسكت. في انترفيو بيقول لهم انتوا شايفين الكلام اللي انا بقول لك ده، شايفين نجاحات، لكن انا ضيعت 9000 رميه حره، خسرت 300 مباراه، فرقتي وثقت فيها 26 مره عشان اشوط الشوطه الاخيره الحاسمه اللي ممكن تجيبنا، وفشلت. فانا خسرت اكتر بكتير او فشلت اكتر بكتير وقعت اكتر بكتير من نجاحاتي. موافق، بس الشخص اللي هنا اتغير في ايه؟ ده اللي الناس تحب تعرفه، ان انت بقالك كتير بعيد عن الاعلام، بعيد عن الصوره، فالناس عايز تعرف انت مؤمن سليمان اتغيرت في ايه؟ حسيت ان انت بقيت اكتر خبره، اكتر توازنا في التعامل مع الاعلام مثلا، بقول اي كلام يعني، اتغيرت في ايه؟ لغايه دلوقتي مش حاسس ان انا اكثر توازنا مع الاعلام خالص، لان يعني عندك مشاكل هناك؟ مش، لا لا بالعكس. انا يعني عايز اقول ايه، هو العيب فيا انا ما بحبش اطلع كتير عشان يبقى حلقتي مؤثره او كلامي مؤثر. مش عايز اطلع اقول كلاشيه دايما، عايز اتكلم على تجربه عملتها. لو التجربه تستحق تروح للناس، مش دايما عايز اطلع على الفاضي ومليان يعني. فالى حد ما دي طريقتي وانا مستريح اكتر كده. اللي حصل ايه، ان انا مثلا في بداياتي خالص، عايز اقول لك معلومات صعب يعني الناس مش هتفتكرها اكيد. انا عملت رقم مثلا في الدرجه الثانيه مع فريق اسمه نجوم المستقبل وبعدين الانتاج الحربي سنه كامله من غير خساره. اوكي. رحت اشتغلت 3 شهور كمساعد، كان لاني ما جاليش شغل، وبعد ما صعدت الانتاج الحربي للممتاز، للدرجه الاولى الممتاز، وده كان اول انجاز ليا. قعدت 3 شهور مش لاقي شغل، اضطريت ان انا ما يعني انا ما عنديش حاجه ابيعها او اشتغل عليها غير ان انا بعرف اشتغل في الكوره. فما دام ما جاش كمدير فني اضطريت ان انا انزل اشتغل مساعد تاني، وكانت تجربه اليمه جدا، خلصتها بسرعه. مساعد بعد المدير الفني. بالظبط كده. قاسيه جدا دي. ورحت نادي الاسيوطي، عملت سنه تانيه بدون خساره. اخر ماتش احنا خسرنا بضربات الجزاء ان احنا ما صعدناش فيه. وعايز اذكر مستر محمود الاسيوطي اللي يعني انا بعد المباراه ديت انا فاكرها كويس جدا. كان هم يعني على وضع استعداد للاحتفال، كانت هزيمه قاسيه، ضربات جزاء في اخر ثانيه وكده. فمشيت بالعربيه، قفلت تليفوني، لقيت كابتن عمرو فتحي اللي هو المدرب العام المساعد بتاعي ورايا بالعربيه بيوقفني، عشان مستر محمود الصوتي بيقول لي خد مفتاح المكان، انت اللي هتصعدنا تاني والسنه الجديده. في فتره اعداد مش اي حد يعمل كده خالص. طبعا خالص. فصور بعد دوت 3 سنين، انت اكيد ما تعرفش المعلومات دي، معظم الجروب اول مره اعرفها بصراحه. فانا في مكان الشهره فيه مش قويه، او الارقام دي ما بتحسبش كويس، لكن من الاسيوطي للزمالك. فاحيانا إن ربنا ساعات بيشيل انجاز كبير لما يكون كمان متشاف. انا عملت الحمد لله، وانا مدرب عملت كذا سنه بدون خساره. السنه دي انا خسرت اول ماتش في السنه كلها اللي هي في الاتحاد الليبي. اوكي. وبقى لي 10 شهور ما خسرتش الحمد لله. دوري، كاس، سوبر، كل حاجه. فدي مش اول مره، ده عملت كده 4 5 مرات. عايز اقول لك ان ال 25 ماتش دول الناس بتتكلم عليهم، لكن دي في تجارب قبل كده، اخطاء. طيب. قبل كده انا عندي حاجتين قبل ما اتكلم عن الشغل الفني مع الشرطه العراقي يعني، واول حد في تاريخ النادي يتوج باللقب الدوري والكاس مع بعض. عايز اتكلم على حاجتين. اولا، العراق شايفينها من هنا اعلاميا بتعيش طفره ما بين نوعين او وجهتين نظر. طفره ان انت كنت بعيد الفتره اللي فاتت فبترجع
ولا طفره انك بتتعاقد مع الليجا وبتقوم حاجه بسرعه، فالعراق دلوقتي بقى وضعها افضل مننا، ايهما اقرب؟ خلينا نكون صريح طبعا على مستوى التنافسي طبعا هناك اكيد مليون في الميه دوري اقوى. مش بس انا بقول على مستوى التنافسي، يعني ممكن عندنا لعيبه في كواليتي اعلى. اوكي يعني عندنا لعيبه محترفين كواليتي اعلى، اللعيبه العراقيين والمصريين ما يختلفوش كتير. لكن انا بتكلم على جوده اللعيب العراقي واللعيب المحترف اللي بيجي العراق واللي بيجي هنا، في هنا نماذج كبيره جدا وعندنا مستوى عالي. لكن من قصدي التنافسيه، لما تعرف مثلا دوري العراق 20 فريق منهم 3 ديربي جوه بغداد بس، يعني انا بلعب 3 ديربي زوراء وجويه وطلبه، جمهور مقفل الملعب تماما. عندي في الشمال في 4 فرق الجمهور حرفيا بيقع على بيقف زي زمان ماتشات اهلي وزمالك، بيقعد على الاسلاك بتاعت الانوار ومفيش، والملعب متقفل قبلها بساعه، صعبه جدا الماتشات هناك. نروح للجنوب لنفط المصر البصره والميناء اللي عنده جمهور كبير، النجف كربلاء، فدي ماتشات كلها ديربي، مستوى ماشي. التنافس فيها عالي جدا. ده الجمهور اداريا بقى هقول لك. اول سنه واجهت شويه، يعني مثلا من 38 مباراه احنا بنلعب 17 18 19 فريق بره، في مثلا 10 ملاعب وحش. حاليا ما فيش ولا ملعب وحش، كل الملاعب ما شاء الله. انا بخش مثلا اخش ملعب بلاقي لوحه كبيره مكتوب تاريخ تاسيس الملاعب الجديده. فتصور في اخر يعني زي ما تاخدني الذاكره يعني اخر 15 سنه غير لوحه الفرعون يفعل ما يقول، لا دي واحده جنبها دي مفاجاه كبيره جدا. فلقيت تقريبا حوالي 12 ملعب دولي 12 ملعب على مستوى كبير تقدر تلعب فيهم ماتشات. فدلوقتي حاليا الملاعب على مستوى عالي جدا جدا. كمان دخلوا تقنيه الفار، طبعا في كل حاجه محتاجه تحسين، لان سنه اولى غير سنه ثانيه غير سنه ثالثه طبعا، في اخطاء. لكن انا شايف ان التقدم الكبير من اول سنه لدلوقتي حاجه مذهله، تعني تحسب لمجلس اداره اتحاد الكوره العراقي وكابتن عدنان درجال اللي هو في الاصل لعيب كوره كبير وعلى مستوى عالي، ففاهم اللعيب محتاج ايه، وتعاقد بسرعه مع الليجا اللي هم الى حد ما حسنوا كتير من اداء كل المنظومه، كل اضلاع المنظومه حسنا ده بقى احسن، جوده البث، جوده كل النقل وكل الحاجات دي. ده حقيقي، ده بيقودنا لانه الانعكاس يا كابتن كان سريع على المنتخب العراقي. يعني اتكلم على منتخب عراقي محترم جدا مع واحد مدير فني عملاق زي كاساس، بلعيبه بنتابعها كتير الوقت الحالي، يعني انعكاس ده على المنتخب العراقي اخباره ايه دلوقتي؟ والله يعني عايز اقول لك ان المنتخب عنده جيل حاليا يستاهل انه يوصل كاس عالم، عنده لعيبه ممتازه جدا في كل الاماكن. العيب الوحيد ان دايما تشكيله المنتخب متغيره، اللعيبه عدد اللعيبه المحترفه العراقيين اقل، يعني احنا عندنا في مصر عدد اكبر، حتى الاسامي اللعيبه اللي بتلعب ما بتلعبش في انديه كبيره جدا. ف متهيألي هي بس دي، في مثلا موهبه العراق اللعيبه الجويه لسه حالا رايح كومو الايطالي ان شاء الله، يعني ده علي جاسم ده لعيب ممتاز جدا طبعا، موهبه صغيره طبعا. دلوقتي ابتدت الى حد ما التجارب تبتدي، هم متاخرين شويه لكن خطواتهم سريعه جدا. فافتكر المنتخب العراقي كمان هيورينا مستوى اعلى، هو لعب التصفيات الاولى حاليا في التصفيات الثانيه وفرص كبيره جدا في التاهل. انت شفت اكتر مننا بكتير مهند علي، مهند بنشوفه على اليوتيوب حاجه خطيره، لكن انت شفته عن قرب، ايه اخبار مهند علي؟ للاسف هو اتعور من فتره طويله معايا، لعيب كبير وهو ابن نادي الشرطه، حاليا هو جاله عرض ايراني. على فكره يعني عدد اللعيبه السنه دي اللي جاله عروض بره كتيره جدا، سواء من قطر من ايران من السعوديه، حتى في مصر، يعني كل يوم بيكلمني سواء مجلس اداره او سواء ايجنت بيسالني على لعيبه ممتازه جدا، احتمال تشوفه قريب جدا اسامي كتيره من الدوري العراقي في مصر. والحقيقه كلهم بيختاروا اللعيبه مميزه جدا، ما اختاروش ولا حاجه غلط لغايه دلوقتي. اوكي، فافتكر ان هيحصل شويه في طفره اكتر، وافتكر ان هتشوفوا الكره العراقيه في مستوى الى حد ما ان شاء الله تقدم سريع جدا. المنتخب الاولمبي رايحين الاولمبياد زي المنتخب المصري وزي المنتخب المغربي، نوعيه الجيل ده في السن ده متوقع للعراق تقدر تعمل طفره في الاولمبياد اللي جايه؟ لغايه دلوقتي انا شايف ان عندهم كل اللعيبه في المنتخب الاولمبي حاليا هي من نجوم الدوري. اللعيب العراقي زي اللعيب المصري بالظبط، المعسكرات الطويله تفرق معاه. فالبطولات المجمعه دايما المنتخب العراقي او المنتخب المصري بيبقى عندهم فرص كبيره، عكس لما يكون في تصفيات كل شهرين وكل ثلاثه والتجمع 4 أو 5 ايام. فاللعيب العراقي نفس العقليه بالظبط تقريبا، يعني ما فيش اختلاف خالص.
فان شاء الله انا شايف ان هم عندهم المواهب وعندهم مدرب كبير قدير كابتن راضي شنيشل، فافتكر ان هم ان شاء الله يقدروا يحققوا حاجه. على ذكر اللي انت ذكرته انه احيانا مجالس الادارات تثق في رايك في اللعيبه العراقيين، يعني ما بين الزمالك وايمن حسين سئلت عن رايك فيه؟ اتسالت على ايمن حسين؟ سالت المجلس الحالي؟ لا هو اللي مش المجلس. اوكي. دايما ايجنت بيعرضوا وكلاء لعيبه، ولما في الوقت الحالي ولما يكون مثلا مجلس اداره خد الكلام فعايز يتاكد فيكلموني. فبنبسط جدا حتى في لعيبه مصريه، يعني قبل حتى ما اسافر كنت بنبسط جدا لما مدير كوره يتصل بيا بيسالني على لعيب مرنته او بياخد رايي في لعيب، بحس يعني الحمد لله ان انا ممكن اكون بفيده. ف يناسب ايمن حسين الزمالك بافكار جوزيه جوميز؟ لعيب ممتاز جدا، لعيب في 18، هو تقريبا من هدافين، هو هداف البطوله في منتخب، من احسن اللعيب، كل عرضيات بياخدها هي دي. هو من احسن الناس بتلعب بدماغه كمان جوه ال 18، هو فينيشر ممتاز. فالناس الزمالك محتاج حد يلعب في المكان ده، بس هو للاسف برضه راح قطر خلاص. انا عارف خلاص مضى القطر، لكن مستقبلا يمكن قد يكون يعني لعيب ممتاز جدا.